السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مجددا في برنامج أحلامنا الجميلة. تعودنا معكم في كل حلقة نتكلم على رمز من رموز الرؤى والأحلام. نتكلم اليوم على رمز هو شديد شوية، وأي إنسان يتشائم من هذا الرمز، الناس كلها تتشائم من هذا الرمز. وأسأل الله أن يحفظنا جميعا. حتى قبل الحلقة قلت للمخرج على عنوان الحلقة، طب والاعتقال في المنام تأويله إيه وتفسيره إيه؟ أسأل الله أن يحفظنا جميعا من الاعتقالات وأن يحفظنا جميعا من السجون. حلقة اليوم رؤية السجن في المنام، تأويل السجن إيه؟ هو السجن دائما غير محمود وغير طيب وغير جميل. السجن في المنام يعبر على النكد والهم، ويعبر على البلاء، ويعبر على الضيق، وعلى أشياء كثيرة جدا حنسردها بالتفصيل أثناء الحلقة إن كان لنا في العمر بقية. ونأخذ معنا أول اتصال. معنا نادية، تفضل يا نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نادية. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله يا فندم تمام. طب أنا بس حلمين عند حضرتك. تفضل يا نادية. طب أول حلم والدي المتوفى الله يرحمه عليه رحمة الله، هو كان متوفي يعني كان مريض طريح الفراش تمام، بس أنا شفته في الحلم شكله حلو كده وكويس ولابس جلابية بيضة وفتح الدولاب عندي، طلع كده قماشة بيضة فردها على الأرض وقعد يصلي عليها. ده الحلم الأولين. ده يدل إن والدك يا نادية في راحة في سعادة وفي نعيم وفي الجنة، لعل وعسى إن المرض بتاعه شفع له وربنا أعطاه أجر وأعطاه ثواب عظيم جدا، فقول الحمد لله. ألف حمد وشكر لك والله أعلم. الحلم الثاني تفضلي. طب الحلم الثاني في واحدة احنا يعني نعرفها، نعم، حلمت هي حلمت إن هي في الجامع وشافت جارتها أم يوسف بتقول لها هو أنت بتيجي تقبضي من هنا؟ قالت لها لأ أنا باجي مع صاحبتي دي، وشاورت على أختي وقالت أنا باجي مع صاحبتي دي اللي بتفرق خمسينات جنيهات. اللي إيه؟ اللي بتفرق خمسينات تمام جنيهات. تمام تمام. بس شكرا يا شيخ. تأمرين أمر يا نادية. هي مضمون الأخت في موضوع الأخت، يعني مضمون رؤية في موضوع الأخت إن هي متفرق خمسينات، ده يدل أن هذه المرأة إنسانة خيرة وطيبة ونيرة، وإن ربنا حداها خير وهي حتوزع أو حتعطي لله، والله منى عليها بصفة الكرم وصفة الجود، والله أعلم. اتفضلي يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أسماء. لو سمحت أنا عندي حلمين. اتفضلي. الحلم الأولاني أنا حلمت إن أنا لابسة فستان أبيض. نعم. تمام. وأنا رايحة عند إخواتي، أنا لي أختين بنات، واحدة فيهم لابسة فستان بامبي والتانية لابسة عادي. تمام. فأخت منهم بتقول لأختي التانية تعالي شوفي أسماء لابسة فستان حلو حلو خالص، هو فعلا كان حلو. تمام. قالت لها يعني أحسن من بتاعي؟ قالت لها آه. قالت لي فبصت لي أختي التانية وقالت لي طول عمرك لبسك حلو. قلت لها طول عمري بلبس أحلى 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 حاجة. تمام. وبعدين مش المفروض إن احنا هنخش حتة كده مش عارفة هي إيه، فدخلت لقيت الفستان اتقلب عداية بيتي عادية، وبعدين أنا بقول الله ببص على الفستان لقيته اتغير وشكله بقى وحش، يعني عباية مش حاجة مش فستان، هو كان شكله شيك جدا. نعم. فبعدين هما الاثنين بيضحكوا عليا بيقولوا لي مال فستانك راح فين؟ قلت لهم اهو اهو، ومعلش بقلع العباية علشان اوريه لهم الفستان، اهو اهو فستاني حلو. لقيت الفستان عزك الله من على صدري متقطع ومتبهدل، وانا عماله الم فيه من كل ناحيه واقول لهم الله هو ايه اللي قطعه كده، هو ايه ده كان حلو واتقطع واتبهدل خالص بعد ما كان حلو، اتبهدل خالص شكله باظ باظ خالص. فبقول لهم شوفوا لي اي حاجه باضي عندكم البسها عشان اجري نفسي. قالوا لي في باضي قديم كده لو عايزه تلبسيه. فانا رحت جايه مستخبيه ومشيت. يا اسماء انت انسه ولا متزوجه؟ ايوه متزوجه. انت معاكي مشاكل او خلافات او شيء من هذا القبيل؟ ايوه معاكي؟ ايوه تمام.
خلي بالك يا اسماء، انت ما تحكي على الناس على اسرارك، وانت ما تحكي للناس على امورك، وممكن تكون اقرب ما يكون لك اصابك بالحسد. موضوع الفستان، ربنا من عليك بكثير من النعم، نعم طيبه جميله عظيمه ربنا ادهالك، ولكن لما ينقلب للعبايه وما ذكر الى اخر المنام مش لاقي الفستان، وبعد كده الام قطع. ده انت ما تقولي لاحبابك او اصحابك او جيرانك على بعض الامور ربنا ادهالك ونعم عظيمه ربنا ادهالك، فما يقع عليك الحسد. فهذه رساله انك انت لا تحدثي احد بما اعطاك الله جل وعلا من النعم، والله اعلم. معنا احلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا احلام. تواصلي يا احلام معنا. اسال الله ان يحفظنا جميعا من الحسد، لان في ناس كده قلوبها مريضة، والله الواحد من يقابل الناس. أسأل الله أن يحفظنا جميعا من الحسد، قولوا آمين. وهي ربنا اداها نعم واداها أشياء كثيرة جدا، ولكن في قلبها الحسد وفي قلبها الغل. ما تكلمنا واحدة، هناخد أم عبد الله، هكلمكم على واحدة اللي كلمتنا عن طريق التليفون. اتفضلي يا أم عبد الله. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام يا أم عبد الله. بعد إذن حضرتك يا مولانا، أنا عندي رؤية. اتفضلي يا أم عبد الله. انا رايت ان انا في بيت ابويا، انا اصلا انا بقالي سنه تمام عندي ابويا زعلان مع جوزي، فشفت جدي ابو والدي ميت متوفي. نعم. واقف عند بيت ابويا في قلب الديوان، والديوان واسع وفي كذا لمضه يعني في نور كتير تمام. فهو واقف تحت اللمضه بيقول لي يا بنتي الجو عتم قوي، فانا بقول لي يا الجو عتم قوي نوروه، فبقول له يا جدي ده هو اصلا الجو ما شاء الله منور، يعني هنجيب له اكتر من كده، ده حوالي 10 لمض. قال لي لا يا بنتي الجو معتم جدا، حاولوا انكم تنهاروا. بعد كده زي ما كنت دخلت انا اجيب له حاجه من المطبخ مثلا ياكلها او حاجه زي كده، وانا داخله عند الباب قال لي وعندك الدنيا معتمه، الدنيا بتاعتك يا انت عندك معتمه قوي. بعد كده يا مولانا انا دخلت جوه وطلعت ما لقيتوش، لبست الجلابيه والنقاب ورحت مشيت في الشارع، فمشيت لحد بيت جوزي، فاول ما وقفت عند الباب هناك لقيت سيلفي واقف، وزي ما يكون كان بيتكلم مع حد او هو بيتخانق مع حد، فاول ما شافني بصر ضحكه استهزاء كده وراح داخل جوه، وفي حد كان لابس اسود في اسود، انا مش عارفه هو واحد ولا واحده، بس هو حد لابس اسود ومعاه في ايده سلاح، فهو طلق يعني طلقه من السلاح ده فجت بالضبط في نص صدري، فما عملتش حاجه في جسمي، يعني انا ما حسيتش بصوت الطلقه ولا حسيت باي وجع في جسمي نهائي، غير ان انا بصيت لقيت العبايه مكان العبايه كده في خرم صغير، والخرم ده فيه زي خرزايه كده او ترتريه بيضة، فانا حسيت ان انا يعني حسيت بالوهره بس ما حسيتش بالوجع، فروحت داخله جوه جري ادور على جوزي عشان اقول له دي ممكن تقتلني او تموتني او حاجه زي كده. فانا دخلت لقيت سلفتي اللي هي مرات سلفي اللي كان في الشارع ماشيه هي وهو في البيت بيبصوا لي وبيضحكوا ضحك يعني ضحكه زي كانها دخلت ضحكه سخريه. فدخلت بدور على جوزي فبقول، فهو ما شافني بيقول لي انت جيتي؟ ايوه. بقول له انا جيت. قال لي، بقول له انا عندي، هو اسمه نبيل، بقول له يا نبيل في رصاصه جات لي في نص صدري من الشارع تقريبا من حد كان بيتكلم مع اخوك، فحاول تطلعها لي. قال لي لا روحي لسلفتك حبيبه، هي اسمها كده تمام. فقلت له هي اصلا ما بتحبنيش، واي مكروه فيها بتحبه، مستحيل ان انا اروح لها. فسابني، فلما سابني انا حسيت ان انا مثلا ده هتاذي جسمي، فبدور على اولادي زي ما اكون عايزه اودعهم. فدخلت لقيت نفسي في، يعني دخلت في شقتي فلقيت نفسي في اوضتين، الاوضتين دول كانهم في بيت ابويا بس هم مش موجودين في شقتي. لقيت ولادي الخمسه، بنتي الكبيره اسمها هاجر، بالله يا هاجر، انا بوصيها باخواتها كلهم، يعني لقيتها هي بتقعدهم بتوكلهم بتحميهم بتذاكر لهم، فقلت لها يا هاجر خلي بالك من اخواتك كويس، فسبتها وطلعت. وبعد ما سبتها وطلعت لقيت جوزي بره، فبقول له حاول تعينها لي لان هي مش مألماني، بس هي مولانا بقى كان بدات تورم وتطلع لبره، فقال لي طب استني انا هعينها لك، وراح بقوه جامده قوي راح عين الخرزيه دي، لما عين الخرزيه دي عين من تحتها جلد كتير، فهو بيعينها بيقول لي استني عشان لا يكون ليها اثر جوه في بطنك، فراح عامل صباعه كده، هو الفتحه كلها فتحه عقله الصباع، راح عامل بصباعه كده وبيعمل بصباعه، انا ببص شفت حته من الرئه وحته من الكبد زي ما يكون بيطلعهم لبره، وبعدين سابني ومشي. فانا دخلت عند بنتي الاوضه تاني وحط لي عليها لزقه او حاجه زي كده، فدخلت عندها فببص من الشباك لقيت في، بتقول انت كويسه يا ماما؟ بقول لها الحمد لله كويسه يا هاجر. فلقيت في البيت الجواني بتاع بيت ابويا، يعني والبيوت متلخبطه في بعضيها، لقيت في ديوك كتيرة قوي 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 يا مولانا، ديوك عمالة تقدن على خيرها كتيرة، ولقيت نجمة زي ما تكون كانت واقعة من السما، بس هي نجمة بشكل القمر،
وحجمها حوالي يعني ما يتعداش مثلا مترين في مترين، لان انا كنت في رؤية قبل كده شفت برضو النجمة دي، واكتر من مرة برضو اشوف الضيوف دي. لا بتبدأ. خلينا في المنام يا ام عبد الله، بس هو المنام كده موضوع بس كده. انا لقيت الديوك والديوك ده عمال يا ام عبد الله. ايوه مولانا. هو في حد عتم لك الحياة كتير والله يا مولانا، واظلموا لك الحياة؟ ايوه. وظلموك وظلموا اولادك وافتروا عليك كذب وافتروا عليك بهتان وخلوا لك الحياة مسودة. وموضوع النور ده لموضوع الضباب، موضوع النور ان قلبك من القلوب المضيئة، انت انسانة متسامحة ما تحبيش الخلاف ولا المشاكل، ولكن في ناس اصلا مزروعة ومغروسة في موضوع الخلافات وموضوع النكد وموضوع الكراهية والحسد. أسأل الله أن يحفظك ويصونك يا أم عبد الله، والله أعلم. يا مولانا طب بعد إذن حضرتك؟ نعم. رؤية برضو صغيرة؟ لا يعني. أنا خدت منك حلقة رؤية طيب. كبيرة يا أم عبد الله. لا لا والله رؤية صغيرة. اسمحي لي لو سمحتي عشان بس وقت الحلقة تبرينا أنا خدامك. طيب. كلمينا في الحلقة القادمة وتبرينا أمر. طب بس بالنسبة للديوك اللي كنت بشوفها دي، ده ما يدل انك انت ربنا هيديكي خير وربنا هيديكي رزق وربنا هيعوض صبرك. انا بشوفها بس بشوفها في بيت ابويا. والله اعلم. شكرا يا مولاي. تمرين امر. السلام عليكم. هكذا الناس زي ما انتم شايفينه. في ناس والله لا يحلو لها الا اذا كانت ظالمه. تستمتع بالظلم. تستمتع بالافتراء وبالكذب. تفضل يا أم أمير. أم أمير يا أم أمير معانا. أم أمير أولي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أم أمير. أم أمير أيوة معك. ما تفضلي أنت على الهواء، هتكلم بكانك ولا إيه؟ سمعت. أنا كان عندي حماية متوفي. نعم. وحماتي حلمت بيه امبارح، حلمت ان هي نايمه في اوضه فيها سريرين، هي نايمه على سرير وفي واحد كده حلو قوي، بتقول ان واحد حلو قوي كده نايم على السرير الثاني، وحمايه بيوزع فلوس لونها اخضر كده على واحده معاهم في الشقه. تمام. بتقول فلوس لونها اخضر بيديها لواحده، فالواحده دي بتسالها مين الحلو قوي اللي نايم معاه كده، فهي ما تعرفش يعني، فقالت حمايه خد الراجل ده ومشي بيه. تمام. بس انا حلمت في مره ان هو لا دقيقه واحده دقيقه واحده ام امير دقيقه. أيوة. اولا موضوع حماك يدل ان هناك اجر وثواب وصل اليه في قبره، فهو في راحه وفي سعاده وفي نعيم وفي الجنه يمتع عند رب العالمين. هذا الرجل شكله الجميل الوسيم ده نوع من انواع البشر لمن رأت المنام والله اعلم. قول الرؤيه الثانيه. حلمت حماية جيلي في المنام بيقول لي تعالي حميني، بس هاتي حد معاكي يسندني لحسن توقعيني. تمام. بس كده؟ اه. هو يحتاج دعاء منك انت خاصة لحكمة ولعلة لا يعلمها الا علام الغيوب يا ام امير. شكرا لك. تأمرين امر. الف شكر يا ام امير. كذلك نتكلم على الاتصال. الأخت الفاضلة لما كلمتني ما تقول لي يا مولانا والله في حاجة أنا مستحى أقولها لك. قلت لها قولي. قالت أنا ربنا ابتلاني بالحسد. قلت لها مش فاهم برضو وضحي لي. قالت أنا أحسد، أول ما أشوف حاجة حلوة قدامي كده أبص لها بعيني كده أخربها. لو رحت عند واحدة، قالت في مرة رحت عند واحدة وجايبة نيش بص على جمال حضرة النبي والنيش ممتلئ من خيرات الله، قال مجرد ما بصيت على النيش كده النيش قال الدشت على ألف حتة. وقيس على هذا المنوال. قالت له أخش عند واحدة كده ألقاها حكي لي على جوزها، تقولي ده جوزها كويس وجوزي كريم وجوز في صحة وفي قوة. قالت مجرد ما يصبح الصبح أو يجي بالليل تكلمني تقول لي والله مش عارف إيه اللي حصل النهاردة، إيه اللي حصل النهاردة؟ واللي والله جوزي لي حوالي 40 سنه ما راح لدكتور ولا خد حقنه، النهارده وقع رجله اتكسرت وحصل له مش عارف ايه كده في الغضروف وحصل له مش عارف ايه ركبوا له مسامير. وقيس على هذا المنوال.
أسأل الله أن يحفظنا جميعا من الحسد ومن الضغينة، وأسأل الله أن يرفع عنا الوباء والوباء، فقولوا آمين. نرجع إلى موضوع السجن. السجن في المنام، تفضلي يا أم محمد، بعد كده نكمل موضوع السجن. تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي حلم كنت عايزاك تفسره لي. تفضلي يا أم محمد. يا شيخ، أنا جوزي في السعودية. تمام. وكل ما بحلم إنه رجع من السعودية بحلم إنه ما فيش حاجة حصلت بينا. تمام. ما يكلمنيش ولا يقربليش ولا أي حاجة. تمام. كل مرة أنا أحلم إنه جه بس ما فيش حاجة حصلت بينا. ده هو في خير لم يأتي إليكي، وفي خير لم يكن لك فيه نصيب. أمور معقدة، أمور غير مهيئة، غير مرتبة لك في الحياة يا أم محمد، ودي أصلا بطبيعة الحال، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يكتمل هذا الأمر في المنام، من أجل أن يحقق الله جل وعلا لك الأمان والأحلام في الحقيقة، والله أعلم. تفضل يا أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي حلمين صغيرين، واحد لي وواحد لأختي. تفضلي تموري أمر. الله يخليك. حلم أختي إنها حلمت إنها مسكة صينية بسبوسة وراحت تديها لستي، فجيت لها خدي يا ستي صينية البسبوسة دي، جيت لها لا اديها لأمك، مع العلم ان ستي اصلا ميتة والام حالة قيد الحياة. ده مناسبة سعيدة للاخت المتوفاة في الجنة، الام ربنا حيمن عليها بامر من الامور سيكون سعيدا وطيبا وجميلا وحياة هادئة جميلة، والله اعلم. الحلم الثاني ليا انا، نعم، حلمت ان انا طالعه البلكونه الم الهدوم، فلقيت سلفك منشره سجاده لونها موف غامق وبتنقط ميه كتير على هدومي، فانا قعدت ازعق وقلت طب ليه هي بتعمل على هدومي كده. رحت ابص على البلكونه الثانيه، لقيت سلفك الثانيه برضو منشره دباديب دبدوبين بينقطوا ميه ورمي كرتونه، والكرتونه دي فيها مفرش سرير، ففتحت الكرتونه شفت المفرش وطبقته وحطيته تاني، بس دخلت ازعج واقول لجوزي، دخلت واقول لجوزي تعالى بص شوف هم عملوا ايه، فبص من البلكونه فلقي واحد، فقال انا هنزل ده قريبي، فجيت انزل له وانا فاتحه باب الشقه، لقيت اللي هو نزل له ده اصلا قريبه، مع ان انا ما اعرفوش في الحقيقه ان هو جاي عشان يدي درس في شقه جنبي بتاع السلفتي، مع ان انا ما فيش شقه جنبي بتاع السلفتي، بس هو جاي مدرس يدي دروس وفي بنات، فانا استغربت لما شفت البنات الكبيره وقعدت ابص لجوزي جوه وهو يبص لي والبنات يبصوا، ولما ركب المدرس رحت اتكسفت ودخلت ورا الباب ودخلت البنات وقفلت الباب، لكن البنات عايزين يطلعوا يروحوا الدرس راحوا طلعوا من باب ثاني، فقلت لهم تعالوا بصوا ده شقتي حلوه، انا هوريكم السجاد بس انا ركن السجاد عشان انا هفرشه على العيد، وراحوا هم قالوا طيب، وراحوا طلعوا بس طلعوا من باب ثاني رغم ان شقتي بباب واحد مش ببابين. انت في الحقيقه سلفاتك دول عاملين لك مشاكل او خلافات او حصل بينك وبينهم سوء تفاهم؟ بس احنا اختصرنا كل واحد بس خلاص، انا مش عايزك تحكي لي تفاصيل ايوه او لا. هو موضوع السجاده لما اتنقطوا، موضوع الدبدي وما قيل، ولكن موضوع في الاخر خالص، موضوع الشقه وموضوع الباب زي ما قلت لك، واقولها لكل المشاهدين ما تحكيش على حاجات عندك تحدث في البيت، والله اعلم. معنا ام عمر، تواصلي معنا إن شاء الله يا أم عمر. نرجع لموضوع السجن، ربنا يحفظنا جميعا. نعم؟ لا، اللي فاتت دي أم محمد، أم عمر هي اللي وقعت. أنا صاحي برضه لأن مكان. السجن بعض الأحيان يعبر على إيه؟ بعض الأحيان السجن يعبر أن صاحب المنام ابتلي بزوجة نكدية. تحب النكد. وخلي بالكم في الحقيقة والله فعلا، والله فعلا طبيعة الإنسان كده، في واحدة تحب الفرفشة، دايما تلقاها مبتسمة، دايما تلقاها سعيدة، دايما تسعد زوجها، دايما تتكلم بالكلام الطيب، دايما توكله حلوة، دايما تسعده، دايما تهنيه، وفي واحدة تاني دايما ضربة بوز ودايما معيشاه في نكد، ما ينفعش تنام على الوسادة على المخدة، ليه؟ بتعمل له مشاكل، تعمل له يعني تعمل له حاجة بلا داعي وبلا سبب. في بعض من النساء كده، وفي بعض من الرجال برضو هكذا. والله العظيم يا جماعة الواحد بيشوف حالات تشيب العقول. ليه؟ لأن القلوب مصدية، القلوب عليها يعني نوع من أنواع الطين والعياذ بالله.
فالصين بعض الأحيان يعبر على المرأة النكدية المتسلطة القوية على الرجل، ودي بعض الأحيان يبان في المنام. أقول لكم حاجة عجيبة فكرتني بالنسبة للنساء. في مرة واحد من المرات في إحدى القنوات الفضائية بنفس اللفظ كده وأنا على الهواء كده يتصل بيا يقول لي يا فضيلة الشيخ، كانت معايا مذيعة والمذيعة دي كانت مذيعة في المملكة العربية السعودية وكانت تعمل معايا برنامج في القاهرة، فيقول لي فضيلة الشيخ رأيت في المنام نملة متكركرني. فالمذيعة عم تقول لي يعني فضيلة الشيخ يعني إيه متكركرني؟ قلت له يعني متكركرني يعني ما تشدني، يعني تعمل لي عملية سحب كده، سحل كده. فالمذيعة قاعدة تضحك ضحك شديد. فقلت له أنا حسألك سؤال، المرأة ماسكة زمام الأمور؟ قال لي وهو يا مولانا ليه الفضائي ده على الشاشة على التلفزيون؟ قلت له ما هو المنام يقول كده. قال لي بس ما أقول لك يا مولانا. قلت له نعم قول. قال لي والله يا ناصحة فعلا وهي ماسكة جميع وزمام الأمور. دي بنسبة السجن، بس دي امرأة مش نكدية، لا ده ناصحة. من معانا؟ اتفضلي يا منال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا منال. معلش بس يا حضرتك الشيخة عندي حلم صغير بس أقوله. اتفضلي يا فندم بتأمري أمر. أنا معايا شقتي دايما بحلمها فيها عفريت، وهي في الحقيقة النوم فيها وحش. النوم فيها وحش؟ اه. شوفي يا ستي، تجيب إناء في مية وتقرأي عليه آية الكرسي، أنت وحدك ما تجيبيش حد، تقرأي عليه آية الكرسي والمعزتين والإخلاص، وأول حاجة زيد عليهم الفاتحة، خمس حاجات، الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتجيب بخاخة بتاعت موقع كده اللي متكوب بالمية كده، تطلع رزاز وترش في أركان البيت فقط لا غير، تجد كل الأمور على ما يرام، والله أعلم. من معانا؟ اتفضل يا رحمة. أهلا 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 بيك وبأهل قنا. الله يخليك. أهلا وسهلا يا شيخ. ربنا يبارك لك إن شاء الله يا رحمة. ربنا يخليك يا شيخ. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا حلمت حلم بنت عمتي أصلا كانت عندي هنا في البيت، اليوم اللي مشيت فيه حلمت حلم وحش إن هي ملبوسة وعايزة تقتلني، جالي في الحلم إن هي عايزة تقتلني، شكلها وحش ماسكة سكين وتقولي انا لازم اموتك لازم اقتلك. من ساعتها يا شيخ وقت من يوم مخدوها ساعت اذان الفجر وكره الشقه بتاعتي، انا لسه متجوزه بقالي 5 شهور ومش عايزه اقعد في الشقه خالص، وعلى طول مش عارفه اجي انت تعبانه خالص يا شيخ. انت يا رحمه سمعتي كلامي قبل انت ما تكلميني؟ سمعت الاتصال السابق ولا سمعتهوش؟ رحمه نعم. سمعت الاتصال السابق اللي قبل كده؟ لا يا فندم. طب خلي بالك معايا وانت على الهواء برضو حاليا، تجيبي اناء في مية بنفسك، ما تجيبيش حد وتروحيش لحد وتكلميش حد، وتقرأي عليه خمس حاجات، اول حاجة الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، خمس حاجات على اناء في مية وتحطيه كده كوبيب كده في اركان البيت، والله اعلم. لأن المنام نوع من أنواع الهم والغم والنكد ونوع من أنواع الأذى. ناخد أحلام. اتفضلي يا أحلام. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحلام. عندي حلم يا شيخ بسرعة لو سمحت. اتفضلي بسرعة علينا ولا بسرعة عليك أنت؟ لا والله لك يا شيخ. اتفضلي براحتك يا أحلام، معاك لغاية آخر حلقة. يا شيخ أنا مرة من قيمة يومين كده حلمت بأخويا. تمام. لو أنا جاي عليه ولو هو قاعد في أوضة كده، قاعد في أوضة كده زعلان. نعم. وبجي انا كنت سبحان الله سعيده جدا وجاي اقول له يا شيخ انت ليه زعلان كده يا اسماعيل؟ ليش ما انت فرحان وذاك ليه؟ انا زعلان ومتضايق. تمام. وشفت في ايده سكار يا شيخ وما بيشربش سجاير. لا قول اخر حاجه ايه؟ شفت في ايده سجاره وهو ما بيشربش سجاير. تمام تمام. وبقول له ليه يا اسماعيل كده انت مش متعود عليك انت كده؟ قال لي انا متضايق عشان كده بدخن. تمام. قلت يا اسماعيل انت ده مش كويس انت بتصلي؟ قال انا انا بصلي. قلت صمت رمضان؟ قال صمت اوله قلت واخره؟ قال اي والله ما رد عليه في الحلم هو صام اخره ولا. تمام.
وكان قلت لي اسمعني قومي اسمعين كده تصلي عن نفسك. قال انا اتضايق لي زي 15 يوم استحمتش في شيخ. تمام. وكان اقول له انت اسمعين انت كده شك نفس يعني انت لما بستحماش وقاعد في العتم انت كده مش مضبوط روح لك على شيخ يرقي لك او يعمل لك حاجه. تمام. قال ليش مش رايح؟ قلت له روح على الشيخ اسمه الشيخ ابو عبد السلام. تمام. ويا تختار الشيخ ابو عبد السلام يا تختار الشيخ موسى بن عبد الله. قال له انا عايز الشيخ مو عبد السلام. تمام. قلت له يا شيخ هو مش راضي وانا اخذ الرقم واتصل له ولانه خلص الحلم. انت من اي البلاد يا رحمه؟ يا احلام. اسماعيليه. ربنا يحفظك يا احلام. لان اخوك ده يعاني من هم ومن نكد ويعاني من اذى ويعاني من اشياء معينه. اسال الله جل وعلا ربنا يفرج له الهم ويسل له الامر. والله أعلم. نرجع للسجن. لو واحد رأى أن السجن يفتح له الأبواب، فتح الأبواب بتاع السجن، يدل أن صاحب المنام سينجيه الله من مصيبة أو من كارثة أو من حادث أو من موت محقق أو من شيء شنيع جداً أو من هم أو غم أو ضيق اللي تفتح له أبواب السجن، ويدلل على فتح أبواب وطرق الخير له، والله جل وعلا سيبدل له وسيغير له الحال. اللي يشوف إن أبواب السجن تفتح أمامه، والله أعلم. كذلك اللي يشوف نفسه أنه يتوضأ في السجن، واحد ما يتوضى في السجن تأويله ايه وتفسيره ايه؟ يدلل اللي يتوضى في السجن ان ربنا هيجعل لصاحب المنام دعوة مستجابة. هذا ربنا كده بدعوة ربنا هيستجيب له. ولذلك لسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، انت عايز ربنا يجعل دعائك مستجاب؟ النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، خلي المطعم بتاعك اللي هو الطعام والشراب يكون من حلال، اوعى تاكل وتشرب من حرام ابدا، مش هينفع. ولو جمعت مليارات الدنيا، عارف لو معاك من العالم دي كله، لو معاك كنوز البحار ذهب، والله العظيم مش هينفع ما دامت من حرام. خليك قنوع وارضى بما قسمه الله لك، كن عفيف، لا تطلب من أحد، خليك مع ربنا. لو أنت مع ربنا الدنيا كلها معك، لو أنت معاك بعيد عن ربنا ولو الدنيا كلها معك مش معك ولا حاجة. هيجي عليك يوم هتفارق الحياة. اعلم علم اليقين أن الدنيا دي منتهية، والله عاملة زي الدار كما قيل باب من باب. هتعيش كام سنة؟ 20 30 40، أقصى حاجة 70 80. هتعيش 100؟ هتعيش 120؟ وبعدين واحد يقول لك يا عم احيي النهاردة وموتني بكرة. أول ما تحيي النهاردة وتموت بكرة هتعمل ايه؟ ما تفكر في بكرة زي انت ما تفكر لاولادك وتفكر للزوجه بتاعتك ان يكون معاك ويكون معاك، ما تفكر لنفسك انك انت تعمل حاجه تروح قدامك. ما حدش بياخد حاجه معايا يا جماعه غير الكفن. هنخش على الفيسبوك، والله الواحد يا جماعه مش مرضي يفتح الفيسبوك لان احوال تحزن. توفي الى رحمه الله فلان الفلاني، توفي الى رحمه الله فلان الفلاني. عدد من الاموات كثير جدا، بس انت ما تتعصش ليه؟ يقول لك يعني انا من حوالي تقريبا شهر مذيع يعني نحسبه على خير ولا نزكي على الله احد، حبيبنا وصديقنا الاخ المحترم الخلوق الدكتور محمد الدالي في لحظه من اللحظات توفاه الله. وقيس على هذا المنوال. الانسان ممكن يجي على الوساده كده على المخده يحط راسه يموت. ليه تكابر وليه تعاند وليه تأكل من الحرام وليه تأكل مال حق اليتيم والمواريث؟
ليه تظلم الجار؟ ليه تاخذ حاجه ليس من حقك؟ اسال الله ان يحفظنا جميعا. قولوا امين. ولذلك لو رايت نفسك في السجن، خلي بالك وركز معايا في الكلمه دي، بعض احيان اللي يدخل السجن يدلل على الفرج ويدل على الشأن الطيب والجميل والعظيم له. شأن طيب وجميل عظيم ازاي؟ ده دخل السجن. اقول لك ما هو سيدنا يوسف دخل السجن. سجن دخل السجن سيدنا يوسف واصبح وزير الماليه على مصر. السادات محمد انور السادات دخل السجن ولكن اصبح رئيسا على اعظم دوله عربيه، مصر العربيه. فبعض الاحيان السجن يكون انطلاقه للفتح واليسر بعد العسر والفرج بعد الضيق. اسال الله ان يحفظنا جميعا، واسال الله ان يزول عنا الوباء والامراض، واسال الله ان يشفي لنا احبابنا واصحابنا واصدقاؤنا واهلنا واولادنا وازواجنا، واسال الله ان يمن علينا بنعمه الامن والامان والاستقرار وراحه البال. ان شاء الله معنا ومعاكم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع الساعة 6 مساء، فانتظرونا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.